جدا مشاهدين متشبهي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قلب حي مولاي رشيد. غادي ندير واحد الجولة في هذا الحي وفي كل الأزقة التي تسمى أزقة خطيرة أو نقط سوداء. قوم معنا. سؤال وعليكم السلام. المهم إذا قدرت نقرا التعليق ديالكم غادي نحاول نقراها، ما قدرتش عذروني أنني كنصوق وكان نتابع رسائل قصيرة ديالكم، وكل ما كانت قصيرة غادي يمكن لي أنني نقراها. إذا هذه جولة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. بقاو معانا، غادي ندخلو لكل النقط السوداء اللي كاينة في هذه المنطقة. ملي كنقولو النقط السوداء ما كيعنيش، ولا أخطر الأحياء، ما كيعنيش بأن كاع الناس اللي ساكنين تما راهم مزيانينش ولا خطيرين، لا بالعكس. راه كل حي كيكون فيه مجموعة كبيرة ديال الناس، اللي الناس مواطنين صالحين، مواطنين مزيانين، ولكن كيكون واحد الفئة، واحد الفئة ديال المتهورين، ديال الناس اللي ما كيلتزموش بالقانون، وكتسمى هذيك المنطقة بأنها بؤرة أو نقطة سوداء، لأن فيها واحد شخص أو أشخاص اللي ما كيحترموش القانون. باش نكونوا واضحين، هذه المنطقة ديال مولاي رشيد وكمناطق أخرى في مدينة الدار البيضاء راك يعرفوا واحد الاستنفار أمني ليلا كبير. كيف كنشوفوا دابا الناس كتعيش واحد الجو، واحد الجو ديال الاطمئنان، واحد يعني ما كيبانش بان كاين شي ازعاج ديال المواطن، يعني كاين واحد الهدوء تام. حنا ما كنقولوش بان كنشكروا الامن ولا كنجيو من شي حد، انما الواقع كيفرض نفسه. ها انتم كتشوفوا هذه اخطر الاحياء بمدينه الدار البيضاء، ولكنها تعيش امن وامان بفضل السياسات الامنيه السباقيه اللي كتاخذها المديريه العامه للامن الوطني وفضل رؤساء المناطق الشباب اللي تعينوا مؤخرا بهذه المناطق، كهنا منطقة مولاي رشيد، منطقة الحي الحسني، وعدة مناطق. أكيد أن هذا الشيء كينعكس على المواطن، وأكيد أن المواطن كيحس بأن كاين واحد الأمن، وحتى النسبة ديال الجريمة راها غدا في انخفاض. نتمنوا أنها تبقى في انخفاض، ما بغينا حد يتضرب وما بغينا حد يدخل للحبس. وباش تدخل الاخطر، كيف كنقولوا اخطر الاحياء واخطر المناطق، اكيد اننا كقناة شوف تي في على علم بان هاد البلايص راه متامنوا، بأن الأمن قام بالمفروض عليه. غادي نقولوا المفروض عليه، لأنه المفروض أن الأمن يقوم باجتشاش منابع الجريمة
وبالفعل هذا ما تم مؤخرا بعد التعيين ديال هذا رؤساء المناطق بكل من منطقة الحي الحسني أو منطقة مول رشيد، اللي كانوا كيعرفوا واحد نسبة كبيرة ديال الجريمة. إذا بعد الجولة اللي قمنا بها في منطقة مول رشيد من جمعة 4 و5 5 و6، غادي نمشيو لمنطقة الهلوين، هاد المنطقة اللي كتعتبر من أخطر الأحياء. غادي ندخلو غادي نشوفو واش كاين، واش غادي نتعرضو لشي اعتداء، واش غادي يتم الاعتراض ديال السبيل ديالنا ولا لا. أنا كنقول بأنه موجود واحد مجموعة ديال الناس شرفاء، مجموعة كبيرة ديال الناس شرفاء في هاد المنطقة ديال مولاي رشيد، اللي كيسهروا على الأمن والطمأنينة ديال المواطن. أكيد ما غادي يوقع حتى شي حاجة، على بركة الله. تابعوا معنا دائما، نجول بأزقة وأحياء منطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وأنتم مباشرة على قناتكم شوف تي في، قناة الشعب، القناة التي بعيون لا تنام. نتمنى بأن المتابعين والمشاهدين الكرام ديالنا يقولوا لنا من أي مدينة كتابعونا ومن أي دولة كذلك كتابعونا، ونتمنى بأن الناس اللي كيقطنوا خارج أرض المغرب واللي كيعرفوا هاد المنطقة ولا كيسكنوا في هاد المنطقة ولا اللي كيشوفوا أن هاد المنطقة كتذكرهم شي ذكرى من كانوا صغار، أنهم يتواصلوا معنا على المباشر، و إلى بغوا يبعثوا بشي رسالة عبارة على رسالة نصية غادي نقراوها. إذا حنا قربنا ندخلوا للهلوين، كيف كتشوفوا هذه هي منطقة هلوين بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بمنطقة مولاي رشيد. الناس غادي يقولوا بأن راه 3 الصباح أكيد الناس غادي يكونوا نازلين. لا، لو كان ما كانش واحد استنفار أمني هنا، لو كان ما كانش واحد الصرامة
امنيه في هذه المنطقه، ما كناش غادي نشوفوا هذه الاجواء. الملاحظ هو أن البنية التحتية جد مهترئة في هذا المكان. إذا كانوا الناس ديال الأمن كيقوموا بالواجب ديالهم، الناس ديال الجماعات ما كيقوموش بالواجب. هانتوما كتشوفوا كيفاش أن الأرضية كلها محفة. نشوفوا السيدة مالو، غادي نضطروا نقطعوا هذا المباشر باش نتصلوا بسياق الاسعاف تنقد واحد الشخص اللي كتشوفوه كيف كيف شفتوه مباشره على متكي على الام ديالو بعد ما تعرض للاعتداء. مهم بقاو معنا باش نتابعوا هذا المباشر اخر.